اسمحي لي استوقفك دكتورة أسماء، أنت ايوه قلت العمل بغض النظر عن هذا العمل سواء ايوه أحبه أو ما أحبه، صح طيب في هذه الحياة كلنا نعمل، ايوه حتى اللي يقول لك أنا ما أعمل هو ايوه يعمل، مثل صح الأمهات، صح في أمهات في البيوت ما يعملن لكن غير موظفات، ايوه لكن في الحقيقة هذه الأم تقوم الصبح وتريق عيالها ايوه وبعدين تسوي لهم غداهم وبعدين تنظف البيت وبعدين تسوي لهم عشاءهم، فهي هي تعمل. ايوه إذا هني يمكن أنا أحط المعادلة الإنسان والمهام اللي يؤديها. نعم نعم صحيح. خلينا ننطلق من هذا هني الحديث. حتى انت تعطيني يعني او تذكريني في نقطه، كنت مره حاطه تغريده ان احنا دائما نتكلم عن التوازن ما بين العمل والحياه، نعم وان العمل هو الجانب السلبي والحياه هي الحياه والجانب الحلو والايجابي، أها ونحن في الحقيقه نحتاج ان نتوازن في العمل بحد ذاته كعمل، أها ونتوازن في الحياه بكل جوانبها وتفرعاتها صحيح الاسريه الى اخره. نعم حتى ممكن هني يعني من اخر 3 سنوات في ناس طلعت قالت ما نقدر نفصل ما بينهم، اخاف يزعلون الحين مني. نعم نحن نحاول نفصل بس عشان نشوف انت اصلا متوازن في العمل، انت أها اصلا متوازن في هذا الجانب، فكل جانب اصلا بحاجه الى توازن بحد ذاته.